الشيخ الشعراوي، واسمعني الآن، مقدمة اليوم بعنوان مندوب إبليس. فإن إبليس سخر من الناس من يعملون بمهنته، الشيطان سخر أناسا يعملون بمهنته. الشيخ الشعراوي رحمه الله اجتمع مع رجل من جماعة أولئك القوم الذين يكفرون المجتمعات والذين يفجرون ويقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان إلى النهاية. فالشيخ الشعراوي رحمه الله سأل ذاك الرجل سؤالا جميلا، قال له واسمع وتأمل. قال الشيخ الشعراوي رحمه الله، قال له: أرأيت يا بني لو أنك فخخت نفسك، اسمعني، قال له: أرأيت يا بني لو أنك فخخت نفسك ودخلت لمرقص يشربون الخمر ويمارسون الزنا وهم لا، لكنهم على الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن أنت دخلت مرقص وفجرت نفسك. هذا الشيخ الشعراوي الآن يسأل: وفجرت نفسك، أين سيذهبون؟ انظر، الشيخ الشعراوي يسأل الذي فجر، يريد أن يفجر نفسه. فقال الرجل: سيذهبون للنار. قال الرجل: سيذهبون للنار. فقال له الشيخ الشعراوي رحمه الله، قال: يعني إذا فجرت نفسك وماتوا وهم على معصية سيدخلون النار؟ قال: نعم، أنا إذا فجرت نفسي عندهم وماتوا سيدخلون النار. فقال له الشيخ الشعراوي: تأمل، أنت ماذا تختلف عن إبليس؟ ماذا تختلف عن إبليس؟ قال له: كيف؟ قال الشيخ الشعراوي رحمه الله، قال له: إبليس لما الله عز وجل رجمه وأخرجه من الجنة قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي في النار. يعني مهنة إبليس إدخال الناس النار، مهنة إبليس أن لا يموت الرجل حتى يدخل النار، مهنة إبليس أن يجعلك تدخل النار. فأنت لما تفجر نفسك في مرقص وظيفتك أن يموت الناس ويدخلون النار، أنت ماذا اختلفت عن إبليس؟ أنت مندوب لإبليس. حكمة، على عكس النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مرت جنازة فقام، قالوا: يا رسول الله، يهودي الذي مات هذا يهودي في النار، يهودي، فضرب بكفيه وقال: فلتت مني نفس، فلتت مني نفس. لهذا عندنا نحن الآن من يلبس لباس الإسلام ويؤدي وظيفة إبليس. عندنا الآن في مجتمعاتنا من يلبس لباس الإسلام كداعش ويؤدون وظيفة إبليس. الهدف من قتل الناس أن يدخلوا النار، وليس الهدف نجاة الناس من النار. ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا، فأين العقول؟ لهذا أنت كمسلم، يعني كلنا، أنا أولكم، عندي ذنوب لعنان السماء، لكن أنا وظيفتي كمسلم أن أخذ بيد كل مسلم أدخل معه الجنة، يدا بيد للجنة. ليس وظيفتي أنا كمسلم أن يمت غيري وأتمنى له النار، أو أن يموت على النار، أو أتمنى له الموت على النار. لا، الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو الهدف الأسمى من الدين، هذا هو الهدف الأسمى من الدين. لهذا عندنا أناس مندوبون لإبليس، بمعنى آخر يتمنون أن يموت أناس ويكونوا حصب جهنم. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان يتمنى أن لا يموت الرجل إلا وهو على الإسلام، كعمه مثلا، قل يا عم لا إله إلا الله أحاج أمام الله، يا عم قل لا، يريد أن يموت على ماذا؟ على الإسلام. وهذا من؟ هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، همه أن لا يموت أحد حتى يدخل الجنة، وهم الآن مندوب إبليس أن لا يموت أحد حتى يضمن أنه في النار. وشابه وظيفة إبليس. لهذا الله عز وجل شان لما تكلم عن الشيطان قال: لأحتنكن ذريته، ثم قال: إلا قليلا. قال الله: قال اذهب. رب العباد قال للشيطان: قال اذهب، فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. رب العباد يقول: فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة. إذن الشيطان وظيفته، بما أني في النار إذن سأدخل أكبر عدد معي في النار. لهذا الداعية الذي يرى نفسه بإذن الله أنه في الجنة يأبى أن لا يدخل الجنة حتى يدخل معه أكبر عدد من الناس معه للجنة. لهذا دائما
نريد أن نتعلم عن رحمة الله قبل أن نعلم عن عقاب الله، لأن أحيانا الرحمة تجعلني أحب. أنت الآن لما تسمع عن وزير، أنت الآن اسمعني الآن، أنت نتكلم عن وزير أو عن ملك، نقول والله يعطي الشعب، ينفق على الشعب، أخرج المساجين، دفع الديون، فعل، أنت تقول الله يوفقه. لكن لو جئت للجانب المظلم، عنده سجون، عنده كذا، عنده كذا، ولله المثل الأعلى، تقول ما هذا؟ لهذا أنا الآن نحن الآن نعيش في الجاهلية الثانية. أنا وظيفتي كداعية أن أتكلم عن رحمة الله، لأنك أنت تشتاق لله. لما أنا أتكلم عن رحمة نشتاق، لكن جهنم، ستموتون، أفعى تخرج من القبور، أنا لا أنكر هذا الأمر، لكن الناس الآن نرى الناس إلا من رحم ربك، نحن نرى الآن الناس إلا من رحم ربك. لهذا الله عز وجل نقل لنا كلام إبليس، وهناك من الناس من يؤدي وظيفة إبليس. قال الله، قال فبما أغويتني، الشيطان يقول فبما أغويتني، ومعنى الإغواء هنا أي اختبرتني، وليس الإغواء الفتنة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني وظيفة إبليس أن يجلس على عند صراط الله، ينادي كل من كان على صراط الله أن يخرجه من الصراط. ها أعيد، دقق معي الكلام، أريد منك أن تعطني عقلك الآن. وظيفة إبليس كالآتي: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن هو يجلس على يعني على جنب الصراط، يدعو كل من كان خارج على الصراط أن يصبح خارج الصراط. اتفقنا؟ اتفقنا. الآن أنا كوظيفتي كمسلم الأصل أن أقف على الصراط وأدعو كل من هو خارج الصراط أن يأتي على الصراط، عكس وظيفة إبليس يجب أن تؤدي. أنت حتى تكون فعلا مسلم يجب أن تؤدي عكس وظيفة إبليس. إبليس يجلس عند الصراط يدعو كل من على الصراط أن يخرج منه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنا كمسلم لا، على الصراط أدعو كل مسلم أن يدخل للصراط. فإذا أنا أفجر نفسي في مجتمع مسلم عاصي، إذن أنا ما دعوت الناس للصراط، بل أمدتهم وهم ليسوا على الصراط، وقتلتهم وهم ليسوا على الصراط. ووظيفتي كداعية نقول لهم هلم للصراط. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كأني آخذ بحجزكم، صلى الله عليه وسلم، يعني أمسككم هكذا حتى لا تقعوا بالنار. إذن أنا كداعية وظيفتي أن أمسك الناس وأحرص عليهم. لهذا قال الله، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لا، ليس فقط الصراط، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. الآن تعال معي، ماذا قال الله؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم، من الأمام، ومن خلفهم، خلف، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ها، ثم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. تصور، ولا تجد أكثرهم شاكرين. السؤال، لم يقل من فوقهم، ما قال الشيطان من فوقهم، تعلم لماذا؟ لأنه يخسأ الشيطان أن يعلو فوق المسلم، علم؟ لأن هنا الشيطان يتربص بكل مسلم حتى وإن كان عاصم، لهذا يخسأ الشيطان أن يتربع فوق مسلم، فلم يقل من فوقهم، وحتى لا يحل بينك وبين الله. ماذا كان جواب رب العزة؟ قال الله عز وجل، قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج. قال لمن تبعك، ها، لمن تبعك، الذين يتبعون إبليس، منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. إذن أنا يجب أن أشفق على كل من يتبع إبليس، لأن الله عز وجل توعد لهم، لأن الله عز وجل توعد. فأنا وظيفتي كداعي أن أشفق على كل من تبع إبليس، إن مصيره جهنم، لا أن أمته وهو خلف إبليس. لهذا لا تؤدي وظيفة الشيطان، لهذا لا تؤدي وظيفة الشيطان. إذن أنا يجب علي أن أتكلم عن وظيفة من؟ وظيفة الرسل. نحن الآن على خيارين، إما أن تؤدي وظيفة الشيطان وإما وظيفة نبي، ها، إما أن تؤدي وظيفة شيطان أو وظيفة نبي. وظيفة الشيطان فجر اقتل وأمتهم على غير الهدى، وظيفة نبي لا، اجلب الناس للهدى، أحضر الناس للهدى، علم الناس ما الهدى. هذه سنة الأنبياء. يعني بالله العظيم لما نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما،
950 سنة، ونوح عليه السلام يدعوهم ليس للشرائع بل لا إله إلا الله، لكلمة العقيدة لا إله إلا الله، يدعوهم فقط لا إله إلا الله فقط، يعني 1000 سنة. وأبوا ونوح عليه السلام ما دعا لقومه حتى أوحى الله له أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، حتى أوحى الله له، وإلا ما دعا لقومه. فلما أوحى الله له أنه يا نوح الذين آمنوا معك لن يؤمن بعدهم أحد قط، هنا دعا لقومه، هنا دعا لقومه. لهذا أنت لن تعلم عظمة الإسلام حتى تنظر لرحمة الإسلام، أنت وأنا لن نعلم عظمة الإسلام حتى ننظر بداية لرحمة الإسلام، لأن عظمة الشيء تبرز بالرحمة لا بالعقاب، عظمة الشيء تبرز بالرحمة. وإلا وصف الله عز وجل شأنه عزيز حكيم، وصف ما العزيز؟ هو الذي لا يقهر، وما هذا يرحم. الله عز وجل لما وصف نفسه بأنه عزيز، العزيز الذي لا يقهر ولا يقدر عليه أحد، وما هذا وصف نفسه بالرحمن. فأنت عظمة الشيء أن تبرز أن هذا الشيء وظيفته أن تحيا، وظيفة الإسلام أن تحيا لا أن تموت. نحن الإسلام جاء ليحيي الناس، يعني ليس هدف الإسلام أن تموت، هذا انساه، لم يأمر الإسلام أن تموت، بل أمرك الإسلام أن تحيا، أو من كان ميتا فأحييناه. جعل الإسلام، الله عز وجل جعل الإسلام حياة، لم يجعله موت. فالذي ينظر للإسلام على أنه جانب موت سيخرج من الإسلام بالقتل وسفك الدم، وسيخرج بالفوضى العارمة وإزهاق الأموال والأنفس والأرواح إلى النهاية. ومن ينظر الإسلام على أنه حياة سيصبر على أذى الناس ويدعو الناس للحياة. إذن أين أنت؟ لهذا من علامة الداعي الموفق الذي يبين رحمة الإسلام، الذي يبين رحمة الإسلام، الذي صعد للمنبر تكلم عن الإسلام وما هو الإسلام. ومن علامة الداعية الضال الذي صعد المنبر، الذي صعد المنبر ألب من يسمع من المصلين على الناس، على المجتمع، حتى على يا أخي انظر ديني أنا الآن، أن أؤمن بالله وملائكته وكتبه، ما قال وكتابه، يعني أنا من كمال إيماني أن أؤمن أن التوراة والإنجيل والزبور من عند الله سبحانه وتعالى، هذا من كمال إيماني وكتبه. فعلمني الإسلام أن أؤمن بكتاب النصراني وأن أؤمن أنه محرف، أن أؤمن بكتاب اليهودي وأن أؤمن أنه محرف، أن أؤمن بالزبور وأن أؤمن أنه أيضا محرف. علمني هكذا الإسلام، لم يعلمني الإسلام أن فقط أن أكفر، بل أن أؤمن بداية. علمنا الإسلام أن نؤمن لا أن نكفر. فمتى ما آمنت هنا تجلب الناس للإيمان وتأتي بالناس للإيمان. لهذا لا تستعجل على الناس، لهذا انظر لنفسك، أنت تؤدي أو مندوب لمن؟ هل أنت مندوب للرسل والأنبياء مبشرين أو منذرين؟ بشروا ولا تعسروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنت مندوب لإبليس؟ لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أنت أين؟ بأي صف؟ وانظر لكل داعية هذا بأي صف؟